في مهن كتير كانت وما زالت حكر على الرجال، يعني مهن ما نقدرش نتخيلها بدون الرجل، يعني بيتحمل أعباءها ومسؤوليتها. لكن ضفتي النهارده في واحد من الناس قررت انها تكسر القاعده وتخرج عن القواعد والتقاليد المتعارف عليها لتصبح مأذونه في مدينتها. الحقيقه ان مجرد تفكيرها انها تكون مأذونه وتنجح في مهمتها بيخليها نموذج رائع لمرأه مختلفه تحدد التقاليد واثبتت جدارتها. معايا في الاستوديو الاستاذه ايناس، اول مأذونه في مدينه شبين الكوم، عشان تكشف لنا اسرار وكواليس المهنه. وكمان معانا اتنين من الارسان اللي اتجوزوا على ايديها، الاستاذ خالد عادل وعروسته اميره منير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ خالد. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. واهلا بالعروسه. اهلا. مبروك. الله يبارك فيك. عرفيني بنفسك بحضرتك. ايناس محمد صبح المغربي، مأذون شارع قرية المي، مركز شبين الكوم، حافظ المنوفية. خريجة ايه؟ لسانس حقوق ومعايا ماجستير في القانون. متجوزة؟ الحمد لله. طب الحمد لله. ايه اللي خلاكي تفكري بقى تكوني مأذونة؟ والله الموضوع جه معايا كله بتدابير ربنا الحمد لله. انا شفت الاعلان بالصدفة في المحكمة، انا كنت بشتغل محامية الاول، شفت الاعلان بالصدفه في المحكمه فعجبتني الموضوع، ان انا حاجه مختلفه اقدم فيها. يعني انا بحب ابقى في الحاجات المختلفه، مش بحب ابقى تقليديه عمري يعني الحمد لله. فالحمد لله يعني كلمت اهلي الاول اشوفوا ما يوافقوا على الموضوع ولا لا، فالحمد لله رحبوا. والدي الله يرحمه فرح جدا وقال لي انا معاكي، وكان مطلوب ايامها ان في يعني من البلد طلب ترشيح ان رجال البلد يرشحوني، والحمد لله الفكره عجبتهم قوي وراحوا رشحوني في مركز شبين الكوم، عملت طلب ترشيح وراحوا رشحوني فيه وكملت الطلبات. مفيش حد خالص اعترض يعني على قرارك ده؟ الاعتراض لما انا اتعينت. ما كانوش متقبلين فكره ازاي. مين هم بقى؟ الناس في البلد يعني الناس. الرجالة طبعا. مش الستات، الستات الحمد لله بيبقوا فرحانين بيا. يعني الرجالة في الشغل بقى، وانا في الشغل الرجالة بتحاول تبين ان انا مش هقدر اخلص الشغل زي الراجل، بس الحمد لله بقدر اثبت لهم ان انا هقدر. هل كان في اختبارات قدرات قبل ما يتم تأهيلك عمل مأذونة؟ لا قدرات لا، هو كان مطلوب طلبات، واهم حاجة يكون في درجة علمية، يعني مش مجرد ان انا واخدة لسانس حقوق بس. ايه الصفات الشخصية والسمات الشخصية التي يجب ان تتوافر في المأذونة؟ اول حاجة الثقة في النفس، ان انا ابقى واثقة بنفسي ان انا هعرف ادي شغلي زي الراجل بالظبط، وان انا ابقى اقدر ادير القعده اللي فيها كلها رجاله، يعني ان انا ابقى عارفه امشي القعده اللي انا قاعده فيها وانا الست الوحيده اللي فيها مثلا غير العروسه. فالحمد لله بقدر اديرها. يعني في فرق ما بين عقد قران بيعقده مأذون شرعي وعقد قران بتعقده مأذونه شرعيه؟ لا ما فيش فرق. هو في فرق بس من ناحيه ان الحمد لله بدي ثقه للعروسه. يعني ايه البصمه اللي انت بتعمليها بقى عشان تدي الثقه للعروسه؟ يا العروسه تقول بس. انا احكي لنا العروسه عملت معاكي ايه؟ دكتوره ايناس ما شاء الله يعني هي بشوشه جدا الحمد لله، يعني كانت بشوشه وكانت بتضحك. يعني انتوا ما قلقتوش في الاول لما قلتوا هنجيب مأذونه تكتب العقد؟ لا بالعكس انا فرحت. انت ما قلقتش؟ لا احنا مقررين اصلا، ما احنا مقررين ان احنا نجيب مأذونه. انتوا مقررين؟ ايه اللي خلاكم بقى تفكروا في الموضوع ده؟ كذا سبب. يعني هو اول حاجه ان المأذونه بتبقى البيت بيبقى اغلبه ستات، وبيبقى اغلبه ان هي مناسبه اصلا موجود فيها ستات وموجود فيها رجال. تواجد الستات بعد كتب الكتاب بيبقى كتير برضه، فهي بعد يعني اثناء كتب الكتاب لازم المأذونه تبقى موجوده. الموضوع ده بيسهل، بيخف على العروسه، بيخف على اهل العروسه، وبنبقى واخدين براحتنا شويه. خلاف مأذون موجود، يعني لما مأذون موجود خلينا اقول ان الرجال بيبقوا تنشن شويه في وقت كتب الكتاب، بيبقوا عايزين الموضوع رسمي قوي قوي قوي. فبالنسبه لنا مع دكتوره ايناس يعني مع اخواتي حتى كنا مقررين ان هي تيجي عند مع اخواتي، مع اخواتي الكبار. ليه؟ لان الموضوع بقى شجعتك ازاي بقى دكتوره ايناس؟ كانت بتقول لي امضي وصومي. ايه؟ لا دكتوره ايناس ما شاء الله يعني كانت بتضحك كتير، بشوشه جدا، كانت بتطمني في القعده، مش اللي هي متنشنه، لا بالعكس كانت بتضحك خالص. اما كنت حتى بتردد في الكتابه او كده كانت تقعد تضحك وتهزر وتقول لي اكتبي والكلام دوت. فيعني كان الموضوع هترجع في كلامها، كانت خلي بالك ازاي شجعتها يعني. لا خلاص خلاص خلاص. غير ان هي متجوزه اختي برضو ومتجوزه اخت اختي. انت اخت العيله كلها ما شاء الله. فكان الموضوع معروف يعني. لا ده يثبت لحضرتك ان هم طب شبين الكوم كان موقفهم ايه بقى من المأذونه حضرتك؟
انا كنت اول واحده، كان انا معايا حضرتك مثلا 44 مأذون في نفس المحكمه، انا اول بنت. طبعا كان برضو زي ما بقول لحضرتك في ناس كانت مؤيده وناس معارضه، بس الحمد لله دلوقتي ما شاء الله. في كم عقد حضرتك عقدتي زواج؟ لا كتير يا دكتور، من سنه 2016 عمري ما اقدر اقولهم لحضرتك هو كتير. طب في كم عقد طلاق؟ طلاق انا ممكن يعني نقول في حدود مثلا 90 100 من ساعه. يعني جواز اكتر من الطلاق؟ اه طبعا. طب كويس قوي. احكي لي بقى عن مواقف طريفه حصلت لك سواء في عقد القران او في عقد الطلاق. هقول لحضرتك عقد الطلاق، عشان كان في طلاق، اتنين جايين الطلاق عندي، الزوج كان جاي لابس بدله بيضة وعريس بقى عريس، والزوجه واتطلقوا والحمد لله، وطلعوا عندي من المكتب قعدوا يزرغتوا. الزوجه قعدت تزرغت عندي في المكتب بعد ما طلعت من عندي من فرحتها ان هي اتطلقت. من ناحيه الزواج يعني هي بتزغرت انها اتطلقت تمام، وهو كان لابس ابيض، جاي لابس بدله بيضة عريس، مفيش حزن خالص ما شاء الله. غير في بنات كتير ما شاء الله بيجوا اخر شياكه يعني عشان جايين يتطلقوا، ما شاء الله عليهم، يعني مش عارفه بيجيبوا الثبات الانفعالي ده ازاي. من ناحيه الزواج بيحصل معايا موقف بقى، يعني ممكن مثلا في بيتخانقوا على القايمه، الفرح ينقلب من فرح لصويت ومشاكل وكده، يعني مثلا وبتبقى حاجات على القايمه يا دكتور هايفه جدا بصراحه. يعني مثلا مره حصلت قدامي اتخانقوا على ان مثلا كان اهل العروسه كاتبين القايمه الاول باليدوي تمام، فوالد العروس قال لا انا عايزها كمبيوتر وتكون بالالوان، والعريس كان مضى على القايمه بتاعته اليدويه، حصلت المشكله العريس وابو العروسه، ده يقول له لا هتمضي وده يقول له لا مش مضى، انا مضيت مره الحمد لله انا قدرت ان انا افض المشكله يعني ومضينا وقطعنا اللي هي اليدويه. في برضو عندي جوازه حصلت سريعه جدا وطلقوا برضو يعني واحده كانت مطلقه يدوب تمت عدتها يومين وجات كتبت الكتاب عندي شهر واتطلقت منه تاني وبتدار ان هي تتجوز تاني عادي يعني ما شاء الله عليها. في برضو في بيتخانقوا على البصمه، اللي هو مثلا كانت بكتب كاتب كتاب واحد دكتور وما رضيش يبصم على القسيمه تمام، قال لي انا دكتور يعني ازاي ابصم، انا ما بصمش، هو مدرج عندنا في الدفتر لازم يبصم، ان لازم يبصم طبعا. فانا اقنعته ووريته وقلت له لا لازم تبصم، دي حاجه مش بتاعتي يعني ولا مش بقلل من حضرتك، دي حاجه لازم تتعمل. وفي بقى يعني مثلا عملت كتبت كاتب كتاب من شهر كده مثلا، الوالد العروسه كان مواليد 81 والعريس مواليد 92 والعروسه 2005، يعني تحس ان والد العروسه صغير جدا يعني 91، حضرتك متخيل السن؟ صغير. فكان فرق ما بين والد العريس والد العروسه والعريس 10 سنين وما بين العروسه والعريس 10 سنين برضه. والعروسه كانت يا دوب تم 18 سنه واهلها جوزوها على طول. في موقف ثاني حصل مثلا مشاكل في عروسه، في واحده زوجه اتطلقت من زوجها عشان كانت عاوزه تغني. تغني؟ فلما وافقش اتطلقت شهر واقنعته ان هي خلاص مش هتغني وهتسمع كلامه، جم عندي رجعوا لسه ما اديتهمش القسيمه ولا خلصتها في المحكمه، لقيته بيتصل عليا يقول لي ما تكمليش عايزه تغني تاني. في جوازه ما كملتش؟ لا الحمد لله. هل في جوازه ندمت انك انت عقدت القران بتاعها؟ في جوازات والله يا دكتور انا وانا بكتب الكتاب ببقى عارفه ان هم هيتطلقوا. ليه؟ تعرفي ازاي؟ ما بقاش في ما بينهم توافق خالص. يعني السن، يعني الجوازه اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هي اتطلقت واتجوزت وطلقت واتجوزت، كان هو عنده مثلا 65 سنه وهي 22 سنه. ما انا كنت عارفه وانا بكتب الكتاب وقلت لها ليه عملتي في نفسك كده؟ فهي قالت لي عشان انا مطلقه وعايزه حد يصرف على عيالي ومش عارفه ايه، بس هي اتطلقت برضو قالت لي ما توافقناش مع بعض. انت ليه اخترتي النموذج الجميل ده للعرسان دول يكونوا معانا النهارده في الحلقه؟ ايه الميزه في العروسين دول مختلف عن كل اللي انت جوزتيهم قبل كده؟ والله يا دكتور انا من يوم ما كتبت لهم الكتاب بصراحه وهم دخلوا قلبي والله بجد. هم اول ناس. طب انا هطلب منك طلب معلش. اتفضل. ممكن تقعدي كده في النص بعد اذنك. المايك معاك. خدي بايدك مش مشكله. أنا عايزك نتخيل كده ولو للحظات ونسترجع اللحظات الجميلة
اللي انتوا عشتوها مع بعض، ما اجمل الجواز والسعاده اللي على وشك ما شاء الله، وشك هينفجر من السعاده. لسه عريس جديد طبعا، انت ما شاء الله وشك برضو سعيده، ده العقد القران بتاعكم مظبوط. انت كان ده باباكي وماسك ايديه. انا عايزك، مش هنتكلم بقى على زواجيني نفسي زوجتك نفسي والكلام ده، لا قول لنا كده ايه الكلام. دايما دايما اللي بيعقد القران بيكون كده في يعني دباجه كلمات، انت كل واحد ليه لونه شخصية. انت بتعملي ايه بقى؟ ايه انا اقول لحضرتك، انا بامانه ما بخطبش، ما بقولش كلمه. احنا بنستغفر ربنا وبنتوب على الذنوب اللي احنا عملناها، وبنقرا الفاتحه وبنعقد القران بس كده. في السريع كده قبل ما يرجعوا في رايهم. يعني ما بتحلفوش مثلا مش هعمل كده تاني؟ لا بقول له انا لا مش هعمل كده تاني. يعني قرار لا لا، بيعاهد ربنا ان هو يعملها معامله كويسه وتتبع سنه رسول الله. تمام، يعني ما يعرضهاش في حاجه، ويعملها حسن المعامله. ده بنقوله في ال. هل بتنحاز شويه للمراه عشان انت مراه مثلا في العقد القران؟ ضحكتي، واضح ان في حاجه. لا ببقى ايوه قولي بقى. لا انا ببقى متحيزه خلي بالك. انا قلت لك خلي بالك. لا انا ببقى متحيزه للعروسه، وانا احنا بنكتب كتاب ان انا اضحكها اكلمها، ببقى متحيزه ان انا اخليها تفك، لان اكتر البنات بتبقى متوتره جدا وايدها بترتعش وما بتعرفش تمضي، فانا ببقى بكلمها عشان ايه تعرف تمضي وتفك كده صح. حتى حضرتك لو في الفيديو باين ان انا بقعد ابص للعروسه عشان اطمنها، حتى لما بنيجي نكتب كتاب يقول ساعه العروسه الاشهار يقولوا العروسه ايه حضرتك عارف طبعا قومي انت بقى، فانا بقول لها لا خليكي قاعده خليكي قاعده وشوفي الاشهار، يعني شوفي كاتب الكتاب بتاعك وافرحي ليه تقوم، يعني ما كاتب كتابها هي مش حد تاني. جوزك سعيد انك انت بتعملي مأذونه؟ طبعا مبسوط هو معايا بره موجود مبسوط. انا عايزه اشكره طبعا بعد اذن حضرتك طبعاً. يعني هو بجد واقف في ظهري جامد 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 والله. بيحضر معاكي بقى كاتب الكتاب؟ في اوقات بيجي معايا لو المكان بعيد، انما لو المكان قريب انا بروح لوحدي. هو بجد يعني انا بشكره جدا والله، تعبان معايا بصراحه. سؤال اخير يمكن ممكن ما تجاوبيش عليه لو مش عاوزه يعني. اتفضل. الاتعاب بتبقى كام تقريبا بتاعت المأذون؟ على حسب ما كله مؤخر. يعني ازاي بقى قولي لي كده يعني. يعني كل مؤخر له نسبة بقى على حسب ما ربنا بيدينا. يعني هي هو المأذون بياخد من المؤخر؟ لا مش من المؤخر. نسبة نسبة على احنا يعني مثلا بندفع في المحكمة نسبة على المؤخر، يعني اللي عامل مؤخر مثلا 10,000 مش زي اللي عامل مؤخر 100,000. يعني 10,000 داخل عليه كام؟ فلوس. كام؟ بناخد فلوس يا دكتور بقى سيبها مسطورة. كام بس؟ انا عارف. ربنا يبارك للجميع. وضح لها بالكسر. طالما جبت. عموما الحمد لله هو رزق بتاع ربنا. وهستاذن حضرتك قبل ما حضرتك تنهي الفقره ان انا اشكر بابا الله يرحمه، لانه اكبر داعم ليا، اكتر راجل وقف جنبي في حياتي، اكبر داعم ليا وقف في ظهري. ربنا يا رب يسعدك ويبارك ليكي ويوفقك في عملك، ودايما كده يعني نسعد بكل عمل بتعمليه، وان شاء الله تكوني كده من اشهر مأذونات مصر، ويا رب يكثر من الزواج ويقلل الطلاق يا رب يا رب، عشان يعني استقرار الاسره. لما يجي لك حد بتقعدي تقولي له بقى استنى شويه طب ما نحاول اصلاح والله. يعني انا بصراحه لما انا جالي قبل كده ناس والحمد لله قدرت اصالحهم اصلحتي بينهم وكملوا مكملين والله الحمد لله. طب والله الحمد لله يا رب ربنا يكرمك. اللهم مبروك العروسين. الله يبارك فيك. وربنا يا رب يسعدكم دايما، ومبروك ان الاستاذه ايناس هي اللي اخذت العقد. الله يبارك فيك. ان شاء الله زيجه مباركه ان شاء الله. عندنا نموذج رائع للمراه المصريه، اول مأذونه في شبين الكوم دكتوره ايناس، واضح انها كمان اصبحت متمرسه ومحترفه، واصبحت الناس بتطلبها بالاسم، فده في حد ذاته شيء جميل، نموذج جميل جدا. حبيت اقدمه دايما لان احنا بندعم المراه في وحب الناس، ونحب دايما نلقي الضوء على انجازاتها في كل المجالات. بشكركم جدا.